nothing issues. السلام عليكم كل محبين وعشاق اندونيسيا، مصطفى معكم. ان شاء الله بنروح اليوم مدينة يوجياكرتا. ومدينة يوجياكرتا لها اسم دارج ما بين الاندونيسيين وهو اسمها جوجيا. مدينة يوجياكرتا تعتبر هي المدينة الأكبر والأشهر في جزيرة وسط جافا، وبتبعد عن العاصمة جاكرتا بحوالي أكتر من 560 كيلو بالسيارة، حوالي ممكن 8 ساعات أو 9 ساعات. هي رحلة ممتعة وهتشوف كمان مناظر خلابة طول الرحلة، وكمان لازم تخلي بالك وتركز جدا لأن هيواجهك أمطار شديدة وكمان عدم الرؤية تماما في بعض الأوقات علشان الشبورة الشديدة. دلوقتي احنا وقفنا عشان نستريح شوية وكمان عشان نصلي ونشوف اي مطعم ناكل فيه. اخيرا وصلنا مدينة جوجيا. ده الفندق بتاعنا اسمه اندولوكس، فندق رايق بصراحة ومميز جدا في وسط مدينة جوجيا. دلوقتي احنا نزلنا منطقة وشارع ماليبورو. شارع ماليبورو ده يعتبر اشهر شارع موجود في مدينة جوجيا، والصبح وبالليل مكتظ بصراحة بالناس، وتقريبا كل السياح لازم يجوا يزوروا الشارع ده. ولازم تجرب تركب الحاجة اسمها بنتور اللي انت شايفها على جانب الطريق دي، بتبقى عبارة زي عجلة كده بيها موتور وبتركب من قدام وتشوف كل المدينة كلها.
دي بقى الأجواء بالليل، وزي ما قلت لكم مدينة زحمة جدا. مدينة جوجيا فيها آثار كتير جدا تاريخية، ولازم تزور معبد اسمه بروبودور، وموجود فيه كمان متنزه كبير جدا. وداخل المتنزه تقدر تأجر كمان عجل أو سكوتر أو تركب عربية زي عربية الجولف. انتقلنا الى معبد تاني اسمه برامبانان، دي من الاثار القديمة ايضا لازم تزورها. دي بقى حديقة بومي مرب، دي مبنية على شكل الريف الهولندي أو الأوروبي. ودلوقتي طالعين جبل اسمه جنون كيدول، ورايحين نشوف الشواطئ هناك.
دلوقتي وصلنا شاطئ اسمه اندرايانتي. وبالنسبة لمنطقة جبل جنونكي دول، هو بيحتوي على شواطئ كتير جدا، وشاطئ اندرايانتي ده واحد منهم. قبل ما تمشي من مدينة جوجيا لازم تعدي على المحل ده، محل حمزة باتيك. محل حمزة باتيك متخصص في الهدايا التذكارية، وبيبيع كمان الملابس التقليدية الإندونيسية. هتلاقي فيه حاجات كتير جدا هتعجبك. في النهاية أتمنى أكون أفدتكم، ومتبخلوش عليا بلايك واشتراك.